تحياتي. رح نحكي اليوم عن إتيكيت قبول الدعوات أو الاعتذار عنها في شهر رمضان المبارك. مثل ما بتعرفوا، شهر رمضان المبارك شهر اللقاءات الاجتماعية، وتكثر فيه العزائم للإفطار والسحور بين الأهل والأصدقاء. كيف نتصرف عند رفض الدعوة؟ يفضل أن تقدمي رداً واضحاً وفورياً على الدعوة، وتجنبي الردود التي تحتمل أكثر من تفسير. عند الاعتذار استعملي عبارات لبقة جداً، وحاولي ألا تذكري الأسباب. يستحسن دائماً أن تعتذري عن الدعوة إن كان هناك احتمال قد يمنعك عن الحضور كالتعب أو المرض، فعدم الذهاب أفضل من الحضور وأنت في حالة انزعاج. أما إتيكيت قبول دعوات رمضان، فمن المهم جداً احترام المواعيد، لذلك حاولي الوصول بعشر أو 15 دقيقة قبل الموعد، أي قبل الإفطار. التأخير قد يمنع أصحاب العزومة من الإفطار في الوقت المحدد، كما أن الوصول المبكر جداً قد يكون مزعجاً بالنسبة لهم، خاصة وأنهم مشغولين بالتجهيزات. في حالة أردت اصطحاب شخص لم تتم دعوته، فمن المفضل أن تتصلي بصاحبة الدعوة وتطلبي الإذن. لا ترحلي بعد الإفطار مباشرة، انتظري إلى غاية وقت العشاء، لأن الغرض من الدعوة هو الاجتماع بالأهل والأصدقاء وليس الأكل فقط. لا مانع من اصطحاب الأطفال، لكن إن كان الطفل غير صائم يجب إطعامه في البيت قبل الذهاب وتوصيته بألا يتصرف بحريته المطلقة. يستحسن سيدتي أن نتجنب العزائم في الأسبوع الأول من رمضان إلا للمقربين، لأنه مخصص للعائلة، وكذلك الأسبوع الأخير كون كثير من الناس يفضلون التفرغ فيه للعبادة. وكل عام وأنتم بألف خير.